جولتنا ثقافية بنبلشها هلأ، وبدعم من مؤسسة الحرير للتنمية البشرية المستدامة وبنك ماد انطلقت مهرجانات بيروت ترنم. اليوم موعد مع عزفة الفيولون الإيطالية فرانشيسكا ديغو وبترفقها فرانشيسكا ليوناردي على البيانو. الموعد بكنيسة مرمرون بالجميزة على الساعة 8 المساء. في الموشح عنوان الأمسية بالتقليد الموسيقي المشرقي العربي، غناء سارة الباو وفرح الدور يلي بترفقها على العود والبوزق وإنشيدان. الموعد نهار الخميس 11 الشهر بالأونوماتوبيا. أونوماتوبيا. بلدة بكفية بتستقبل النسخة الثالثة من لافيري دو نويل هالموعد السنوي والمعرض الميلادي يلي بزين ساحة بكفية. نشاطات كتيرة رح تكون على مدى ثلاث ويك اندات ابتداء من هيدا الويك اند الجمعة 12 شهر، كل جمعة سبت واحد. فإذن المعرض بيفتح ابوابه من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 5 بعد الظهر، ونشاطات كتيرة موجهة لكل افراد العائلة. بتدعي جمعية تكوين للفنون الجميلة لحضور المعرض التشكيلي نساء نساء يلي بتنظمه مع لجنة حقوق المرأة اللبنانية ووزارة الثقافة اللبنانية لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. الموعد نهار الخميس 11 الشهر بقاعة أنطوان حرب باليونسكو على الساعة 5:30 بعد الظهر. ودائما بإطار مناهضة العنف ضد المرأة بتستقبل الأيوبية اليوم مسرحية تفاعلية حول تعنيف المرأة بعنوان لارا. الموعد فإذن اليوم أمام الويست هول بحرم الأيوبية على الساعة 11 قبل الظهر. هالعمل من تمثيل طلاب الجامعة وتحت إشراف مجموعة من الممثلين ومن بيناتهم الممثل هشام أبو سليمان. منتابع مع مواعيدنا وللسنة السادسة على التوالي بنظم مركز بيروت للمعارض بيروت أرت سنتر معرض إكسبوجر لدعم المواهب الخلاقة، والعنوان العريض لهالعام Under Construction أو قيد البنيان. إكسبوجر هالسنة رح ينطلق ب 12 كانون الأول وبتستمر فعالياته لغاية 7 شباط. موعد جديد ببيت مسك مع سانتاز فاكتوري من 19 ل 30 كانون الاول يوميا من الساعه 3 بعد الظهر لغايه الساعه 8:30 المساء، ورح يتضمن محترفات تزيين حلويات صناعه اشجار كرمس وغيرها. وعم نشوف مشاهد من سنه الماضيه. وخبر اخير وهو عن بيروت جريك فيلم فيستيفال والدوره السابعه يلي بتنطلق ب 11 الشهر وبتستمر فعالياتها لغايه 14 الشهر بالتعاون مع جمعيه متخرجي الجامعات اليونانيه وبرعايه وزاره الثقافه اللبنانيه وطبعا المركز الثقافي اليوناني بلبنان. فيلم الافتتاح ليتل انجلاند من اخراج بانتاليس فولغاريس، هالفيلم انتج سنه 2013 وهو رح يكون فإذن فيلم الافتتاح. كيف عم بتكون حركة السير صباح اليوم؟ خلينا ناخذ فكرة. مثل العادة بنعمل جولة من خلال الكاميرات وبنعرف أكثر بعض الطرقات كيف عم بتكون حركة السير فيها. من جسر سليم سليم، حركة كثيفة باتجاه بيروت، خفيفة بالاتجاه المقابل. منروح على الزلقة مطرح ما عم تشهد حركة سير ناشطة جدا. على رون بوان صيدا حركة خفيفة، وبمثلث خلدة حركة ناشطة انما ما في توقف لسيارات، ناشطة الى خفيفة حتى. وخلص بناخذ اتصالنا من غرفة التحكم للمرور مع المؤهل جهاد ابو زكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟
الحمد لله. يعني ناشطة وكثيفة على الزلقة وعلى جسر سليم سليم، بس خفيفة نوعا ما على مثلث خلدي. نعم، خلدي اليوم نسبيا أفضل من غير أيام. حركة ناشطة، ما في عنا توقف باتجاه بيروت. نعم. أما المدخل الشمالي عم بيشهد حركة كثيفة جوني على المسلك الغربي باتجاه بيروت. أيضا على نفس المدخل الشمالي عنا نقاش أنتلياز جلي الديب وصولا لنهر الموت على امتداده، وعم بيشهد حركة كثيفة مع بعض التوقف. أوكي. ضمن بيروت عنا المدينة الرياضية باتجاه جسر كولا نفق سليم سليم، وسبب ازدياد الازدحام كان في عنا حادث داخل النفق تم معالجته. نعم. ايضا كورنيش المزرعه من البربير باتجاه سكنه الحلو، اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه اوتيل جي وسيسين، وجسر البيجو باتجاه الحكمه وباتجاه سيسين. ايضا هذه الطرقات اللي ذكرناها صباحيا عم تشهد بعض الازدحام. اوكي، حوادث. اما فيما خص الحوادث، احصاءات الحوادث السير الخاصه بالمديريه العامه لقوى الامن الداخلي خلال 24 ساعة المنصرمة، نعم، مجموعة 14 حادث نتج عنهم قتيل و18 إصابة. نعم. بيروت 4 حوادث 4 إصابات، جبل لبنان 4 حوادث 4 إصابات، الشمال 4 حوادث قتيل و5 إصابات، البقاع نعم. حادثين و5 إصابات. توزعوا الحوادث بين سيارات، درجات نارية ومشاة. أما الأسباب تعود للسرعة الزائدة، تلاهي اثناء القياده، خلل ميكانيك بالمركبه. هذا فيما خص الحوادث. نعم، شكرا لك المؤهل جاد ابو زكي. طبعا بنحكيكم بكره لمزيد من التفاصيل حول حركه السير صباحا، وبنتمنى لك نهار حلو. رح نتوقف مع بريك جديد، نرجع نتابع اخبار صباح. خليكم معنا.